شيء خطير، رائع، مدهش. بص بص بص، لا فكره عبقريه يا سيد بروف. عشان تعرفي بس ان جوزك بيفكر، مش مهزق زي ما بتقولي. انا بتريق، انت جايبنا تاني عند الدكتور اللهبل ده؟ بس يا ريتاش ما يصحش، مش قدامه هو هبل فعلا، بس ما قدامناش غيره. ممكن توطوا صوتكم شويه وتخلونا نشوف الصرصار ده هيقول ايه. اتفضل يا عم الصرصار، قول لنا ده ايه. انتوا لقيتوه فين ده؟ الواحد شاف كائنات فضائيه كتير وقليل، ما شافش النوع النادر ده من ايام اي تي الله يمسيه بالخير. ده كائن فضائي شاب ذكر، سنه يتراوح ما بين 25 سنة ل 95 سنة ضوئية، من فصيلة القشريات. القشريات يعني بيتقشر زي البرتقال؟ برتقال ايه اللي يتقشر؟ قشريات، قشريات دي زي 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 الشرمبز. شرمبز؟ ايه شرمبز ده؟ اللي هو الجمبرز. الجمبري بقى شرمبز؟ هو ده الدكتور اللي هيعالجه؟ بشويش يا ريتاش لما نشوف هيقول ايه؟ ولو دقاتي سعادتك في جلده، القشرة الخارجية هتلاقيها مهترئة للغاية وتميل الى اللون البامبا، ده دليل على انه كان في موسم التزاوب. حمادة حمادة، ده الجاكيت بتاعي. والله؟ اه. يعني ده مش جلده؟ لا هو الجاكيت بتاعها فعلا، احنا كنا ملبسنهوله لان هو كان بينزف ملوخية بكميات رهيبة يا دكتور. سبانخ يا سيد، كان بينزف سبانخ، انا دقتها. لا ملوخية، الكائنات الفضائية دمها ملوخية. غريبة، مع اني ما شمتش ريحة الطشة يعني. علشان ذكر، الذكور دمهم ملوخية أرديحي، أما الإناث دمها ملوخية بالأنارب. طب طمنا يا دكتور بقى، هو الأريال ده هيعيش؟ لأن احنا حاطين عليه أمال كبيرة جدا. لا لا هيعيش، هو بس مغمى عليه شوية نتيجة الصدمة اللي تعرض لها، لأن الصدمة كانت فيري سترونج. يعني هيفوق إمتى يعني يا باشمهندس؟ يعني قولي ساعتين تلاتة أربعة خمسة، قولي سنة من دلوقتي. سنة؟ ولا فوقه لنا دلوقتي حالا بدل ما أديك في شنبك، وشوف لنا الجتة دي هتتباع بكام. لا تسوى ألوف مؤلفة، ملايين مملينة، مليارات مملينة، بلايين ببلينة. طب اخلص ببلالينك دي وشوف لنا هتشتريه بكام. بس انت لو تصبر عليا شوية ادخله بنك واخد عليه قرض يبقى كتر الف خيرك. قرض ايه يا ابني؟ انت هتشتري فيسبا؟ اخلص معاك كام دلوقتي وتاخده؟ انا معايا 200 جنيه بس، طالب ديليفري ب 120 جنيه. يعني هيتبقى 80 جنيه. 80 جنيه ما يجيش ثمن الملوخيه اللي في جسمه. من عماله من الصبح بقول لكم ده شحات. ما شاء الله نمشي. لا 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 ارجوكي احترمي ذاتك، انا دكتور محترم لو سمحتي. صراصيره انت هبقه ولا ايه؟ شوف لنا حد محترم كده مش مهزق زيك يشيل الجته دي ويشتريها ويخلصنا منها. لا ده انت لو نزلت السوق ياخدوه منك على طول، لانه شاحح في السوق ومش اوانه. انت لو طلعت على اي وكاله فضائيه يلقطوه منك في ساعتها. وكالة فضائية؟ طب يلا بينا على الحياة والسي بي سي نبيعه بسرعة. السي بي سي ايه وحياة ايه؟ بقول لك وكالة فضائية مش قناة فضائية. ازي ماما ايه روما ايه ازي ماما ايه مش ده بتاع شرموفرز؟ ولا انت مش قلت سنة وهيفوق يا؟ ما هي سنة ضوئية بتاعتهم غير السنة بتاعتنا. افخر الاريا الفاقة افخر. انا خايف. ما تخيلوا مش كده يا مغرى يا بتاع بقى، امسكوا معايا. امسكه ازاي؟ ده شكله مرعب جدا، ده دماغه عامله زي دماغك بالظبط. ما هو ده اللي مخوفني منه. امسك معايا. حلو عليك لاوي، انت على بسرعه. حلو عليك. الحق فخر، ده داخل في موتور العربيه يا ابني. دي العرس هو بيجري هناك اهو. طب اقول لكم ايه؟ ما تيجي ادخلكم آلة الزمن عندي في المخزن، انا في محاولات تصليحها، 10 دقايق تجيبوه وتيجوا على طول. اه لا تعالى احنا بقى ورا الكشك 10 دقايق كده عشان نديك في شنبك. يا تعالى يا حبيبي تعالى. يلا يا فخر. تعالى يا حبيبي. يلا يا فخر.